دونك دائما مع برمجيات جوجبرا، دونك وهذه المرة مع برمجية خاصة بحساب المساحة، وبالضبط مساحات ما له علاقة بمساحات المثلث. دونك أمامنا هنا مثلث ABC، دونك كما ترون ABC مثلث، قاعدته هي BC وارتفاعه هو الممثل أمامنا هنا. دونك بطبيعة الحال الارتفاع الذي يمر من A والعمود على BC. دونك قمنا كذلك بإنشاء حامل BC وإنشاء المستقيم المار من الرأس A والموازي لهذا الحامل، يعني الموازي لحامل BC. طبيعة الحال هنا قمنا بإظهار توازي، دونك هذان المستقيمان هما مستقيمان عموديان نفس المستقيم، هذا يعني أن الأمر يتعلق بمستقيمين متوازيين. دونك هنا لدينا زالقة ستمكننا من انتقال، دونك من تحريك الرأس خاص بالمثلث ABC. دونك إذا قمنا بتحريك النقطة A فإننا سنحصل على مثلث آخر، دونك هنا قمت بتسميته A'BC. دونك العلاقة التي تربط بين المثلثين هنا ABC و A'BC هما هي أنهما مثلثان لهما نفس المساحة. دونك بطبيعة الحال أمر واضح جدا هنا، دونك المثلث ABC والمثلث A'BC يشتركان في نفس القاعدة التي هي BC، وكذلك يشتركان في نفس الارتفاع هنا. دونك هذا الارتفاع هو في نفس الوقت ارتفاع للمثلث A'BC وكذلك ارتفاع بالنسبة للمثلث ABC. دونك النتيجة التي سنحصل عليها هنا هي أن للمثلثين ABC و A'BC نفس المساحة، دونك ABC و A'BC زون لا ميم باز، يشتركان في القاعدة ويشتركان في الارتفاع اي لا ميم هوتور، دونك اون ديدوي كو زون لا ميم اير. دونك هذه البرمجية ستمكن من توضيح هذه الخاصية، دونك هي خاصية جد جد مهمة في حساب المساحات، ورغم سهولتها فإنها كانت تحتاج إلى هذا التوضيح. دونك شكرا على المتابعة، وإلى برمجية مقبلة بحول الله.